لاحظت انه في تصريحات اليوم عبد الله بترجي نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي حمل اتحاد كره القدم السعودي مسؤوليه عدم التنسيق مع القنصليه العامه في دبي لاستقبال فريقه، ويعني خصوصا يقول ان المشاركه خارجيه لاي فريق لا يقول ان على كلام عبد الله بترجي يقول اي فريق سعودي يشارك خارجيا لا يشارك الا بعد موافقه اتحاد اللعبه. طبعا واضح ان رده فعل عبد الله بترجي نائب رئيس الاهلي جت بعد بعد استقبال السفاره السعوديه لنادي الهلال. ويعني انا عتبي كثير على عبد الله بترجي خاصه الرجل مسؤول، انت نائب رئيس نادي، ما انت مشجع ولا مغرد ولا حتى قلنا مذيع يعبر عن رايه، انت تحرك شارع. الحين انت جيشت وزعلت الاهلاويين وقاموا الحين قعدت اقرا اليوم في تويتر عاد الاهلاويه مو ناقصين على التكه الهلال والمجامله يعني انت عبد الله لا انت رجل مسؤول فيجب ان تتصرف وفق معلومات مؤكده، ما ينفع تقول من راسك. انا عارف ان خبرتك قليله وتجربه الاداره ما هي تجربه طويله، بس اسال طارق كيال. يعني انت عارف انت لما تروح الانديه تشارك خارجيا وتجي السفاره تستقبلهم، هو السفارة ما تقرأ الجرائد، ما تقدر تتابع تويتر. في نادي الهلال أرسل خطاب للأمين العام طلب إبلاغ السفارة السعودية بموعد وصول الفريق. لا أبو بدر، بعد أبو طلال أنت توضحنا، طلال توضحنا الموضوع. لا هو يمكن كان في لبس. أول شيء يعني أنا أعتب على الأخ عبد الله أنه اتهم اتحاد الكرة كذا، يعني طلع مهزوم ما استقبلوني السفارة، اتحاد الكرة يتحمل. النظام عادة طبعا في شغلتين، أول شيء في دول يعني يجب أن يكون عند السفارة علم كامل، لأن دول أما مطاراتها قد يواجه مشاكل أو ما إلى ذلك. لكن أنا في اعتقادي أن دبي يعني أحسن حتى، وإمكانيات مطارات يمكن أحسن حتى من رحلة داخلية في المملكة، فما أعتقد أنه في مشكلة. هذا رأي خاص. أما الرأي الرسمي أبو بدر، الأهلي خاطب زي ما خاطب الهلال اتحاد كرة القدم والأمانة، وهذا تأكدت منه قبل ما أدخل للاستديو. الإجراء الرسمي الأمانة، اتحاد كرة القدم أحمد عيد خاطب الرئيس العام حسب الإجراء المتبع. الرئيس العام خاطب وزارة الخارجية حسب الإجراء المتبع. هنا تنتهي مسؤولية اتحاد كرة القدم تماما ورعاية الشباب زي ما سووا مع الهلال مع كل الأندية، بشرط أنها تخاطب الاتحاد الكرة إذا تحتاج أحد من السفارة في المطار يكون موجود. نخاطب رعاية الشباب لأن هي اللي تخاطب الخارجية وليس اتحاد كرة القدم. تمت في الحالتين مخاطبة الخارجية. وين صار الخلل عند السفارة الخارجية؟ أرسلوا برقية ما أرسلوا الثانية، هذه أنا ما أقدر أتحدث عنها. لكن في النهاية أنت في دبي ومستقبلينك بالورود، إيش بيسوي لك مندوب السفارة لو كان موجود؟ مع كل الاحترام والتقدير، هذا طبعا على الجانب الشخصي، لكن الرسمي اتحاد كرة القدم لا يلام لأنه خاطب وتم إرسال برقية من رعاية الشباب بخصوص الأهلي والهلال لوزارة الخارجية. بس كلام عفوا أستاذ طلال، بس السفير السعودي في أبوظبي الدكتور محمد عبد الرحمن البشر اليوم بيصرح في صحيفة عكاظ يقول انه يعني ان النادي الاهلي وكل اندية الوطن على عيني وراسي ويشرفني في خدمتهم، والقنصلية العامة في دبي يشرفها استقبال البعثة الاهلاوية لو ورد اليها موعد وصولها هاتفيا او عبر الفاكس، مشيرا لانهم سبق استقبلوا الكثير من الاندية والمنتخبات وقاموا بواجبهم تجاهها من مرافقتها وتسخير كل امكانياتها للبعثات السعودية. هذا كلام سفير يعني السعودي. الاهلي برضه اعتقد انه يقصد انه الاهلي ما اتصل بالقنصليه مباشره لابلاغه بالوقت، لكن انا اقول للسفير مشكور وما قصرت والامر عادي، ولكن يمكن في لبس بينهم وبين البرقيه اللي وصلتهم من وزاره الخارجيه ما كان فيها مواعيد او ما الى ذلك. لكن انا سؤالي ابو بدر، استقبل ولا ما استقبل؟ بالذات انا اتكلم عن الامارات، لما اتكلم عن الامارات على قطر على دول شقيقه، ايش بيقدم لك مندوب السفاره؟ لا بصرف النظر هو لا هل حدث بصرف النظر هو من حقه؟ لا من حقه اذا كان يبغى من حقه. انا ما اقول لك لا بس لا زي الناس الباقي موضوع الجمهور. لما نشتغل على تجييش الجمهور ابو بدر بعد خساره واحمل اتحاد كره القدم انه والله اتحاد كره القدم يلام ومسؤول عن هذا الشيء، لا طبعا اذا بتكلمني بهالمنطقه انا بكلمك بنفس المنطقه. طيب ايش تبيني اقول لك؟ يعني انا 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 بصرف النظر عن الاهلي، خلينا نتكلم عن اي نادي. احنا انا خسران كره قدم، انا خسران انا 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 انسى الاهلي، خلينا نتكلم عن اي نادي. انا خسران ايش تبيني اطلع اقول انا متحمل مسؤوليه؟
ولازم حد يشيلها يا اخي. مو هنا الشجاعه. لا طول عمرنا كذا يعني، طول عمرنا لاعب عليه تحكيم يعني. ما لقيت تحكيم لصقها في احد يعني، لازم تدور احد يشيلها يعني. لا يعني معليش، اتحاد كرة القدم الان يعني له صلاحياته ويؤدي دوره، واذا اخطا الاعلام ما يقصر فيه، كلنا يعني نقر في اخطاء، لكن مو اي شيء اي اخفاق ترميه يعني على اتحاد كرة القدم. ما خاطب اتحاد كرة القدم، خاطب رعاية الشباب، خاطبت وتم ارسالها للخارجية ببرقيات وموجودة ارقامها وصورها. غير كذا ارجع واكررها للمرة الثالثة، لم يعني مندوب السفارة مهم في دول، لما نلعب لما كان في اول ايران مهم ان يكون في مندوب سفارة كتسهيلات، كتسهيلات تسهيلات طبعا. لا بس لكن بس انا اعتقد لازم يكون تسهيلات يا جماعة الخير يعني، ما دام جيت استقبلت احد ما نختلف، بس سوينا اللي عليه. انا بشوف الخطاب بس لما تطلع بعد المباراة وتحمل اتحاد كرة القدم عدم استقبال السفارة، ما احترامي يعني. طيب. يا أخي أنا ترأست نادي، وكنا لما نروح دول الخليج عمرنا ما خاطبنا ولا طلبنا مندوب سفارة يجي، لأنه طيب. ما في شيء حيقدم الأندية الخليجية واتحاداتها تقدم للأندية السعودية كل التسهيلات اللي نبغاها. طيب. يمكن الصورة اللي عرضتوها واستقبال الورود كان خير شاهد. طيب.